وينضم معنا عبر الهاتف من برلين محمد فوزي اللامي الخبير الأمني والعسكري. أهلا ومرحبا بك سيد محمد. بداية، بعد جرأة الميليشيات على مهاجمة دول عربية تتجه إلى توريد المخدرات إلى الكويت، إلى أي مدى ساهم ضعف الحكومة فيما وصلت إليه الأمور حاليا؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. حياك الله. أصبح واضح سيدي بأن هذه الميليشيات اليوم وهذه الوضع الحالي الموجود في العراق بدأ الخطر ينتشر من داخليا، أصبح هنالك تهديد على المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي للدول المجاورة. طبعا المنظومة، السبب الرئيسي هو أنه وجود منظومة حكومية ضعيفة وفاسدة وهزيلة، وأيضا هي مشتركة في هذا العمل، فهي التي توفر الغطاء الشرعي للعصابات وعصابات الجريمة المنظمة وإلى ميليشيات الحشد الشعبي التي تعتبر أنه تجارة المخدرات هي أحد مصادر المال الذي يأتي إلى هذه الميليشيات. فبالتأكيد سيدي الحكومة مشتركة وجهاز أمني فاسد لا يستطيع أن يحتوي، لا يستطيع أن يواجه مثل هذه المشكلة اليوم. طيب، عندما ينبري أحد الشيوخ العشائر لرفض اعتبار إيران ممرا لتجارة المخدرات إلى العراق، هذا يعني أن الموضوع لم يكن عفويا بل هو عمل منظم. كيف أسهمت الأحزاب والميليشيات في إغراق العراق بهذه التجارة حسب رأيكم؟ يعني سيدي هو بالتأكيد هذه الأحزاب التي ترتبط بإيران تحديدا وهذه الميليشيات التي ترتبط بإيران هي التي تورد وفتحت الطريق لتجارة المخدرات التي تأتي من إيران ومن أفغانستان تدخل العراق عن طريق هذه، عن طريق الموانئ وعن طريق البر، حقيقة بحماية هذه الميليشيات وحماية هذه الأحزاب. الواقع أن هنالك مخطط وهنالك مشروع لاستهداف الشباب العراقي لأن يكون هنالك مجتمع يعني مدمن على هذه المخدرات. الشباب العراقي اليوم تم استهدافهم بتعليم، سوء التعليم حقيقة، اختلاق هذه المشاكل والحروب، ثم انخراطهم في عملية المخدرات هذه، فهو استهداف واضح ومخطط. طيب، دور إيران في هذه التجارة إلى أي مدى سمح لها بالسيطرة على منافذ البلاد ومعابرها؟ ومتى ستعي الحكومة في بغداد أن ما يحصل ليس في مصلحتها؟ هو سيدي إذا كانت الحكومة هي التي تنفي من دون تحقيق حقيقي ومن دون يعني الوقائع، الجميع يعلم بأن المنافذ مع إيران هي التي تدخل منها المخدرات، هنالك عمليات إلقاء قبض على إيرانيين يوميا، أصبحت المسألة يومية وليست أسبوعية، في كل يوم هنالك عدد كبير يلقى القبض عليهم وهم يجلبون المخدرات من غير الذين لا يلقى القبض عليهم. فالحكومة هي التي تنفي، فبالتأكيد يعني هذا التواطؤ من قبل هذه الحكومة وعدم الجدية في محاولة حقيقة مكافحة هذه الآفة وهذا المرض الكبير الذي ينتشر بين الشباب العراقي. فإذا كانت الحكومة هي التي تنفي، من الذي يتحمل المسؤولية وتصدى لهذه المشكلة الكبيرة؟ فبالتأكيد سيدي اليوم يعني الواقع هذه الحكومة غير قادرة على توفير بيئة سليمة وبيئة صحيحة للمجتمع العراقي، لا أمن ولا صحة. واليوم هذه الآفة آفة كبيرة جدا، أصبح العراق اليوم ليس ترانزيت، أصبح العراق هو متعاطي ويزرع ومنتج أيضا. طيب، وزارة الخارجية الأمريكية عندما أكدت أن المخدرات وتبييض الأموال هي أحد مصادر تمويل حزب الله وهو ما بات ينطبق على ميليشيات الحشد، الدور الحكومي في هذا المجال كيف عرقل تطبيق العقوبات الأمريكية على الشركات والأشخاص عراقيي الجنسية؟ هو سيدي اليوم المشكلة التي تحصل بأن خلط الميليشيات، اليوم هنالك عملية دمج ما بين العمل الميليشياوي والعمل الحكومي لحماية هذه الميليشيات من استهداف خارجي، من استهداف الأمم المتحدة ومن استهداف الولايات المتحدة وغيرها. لذلك تجد اليوم أنه عندما يتم كشف حالة أو كشف سلبية أو عمل تقوم به هذه الميليشيات، تتوجه هذه الميليشيات إلى الاندماج والانخراط أكثر مع الحكومة، الحكومة تتصدى للموقف لحمايتها. اليوم تجد بأن السلاح الميليشيات من بعد استهدافه أخذوا يستعملون مخازن الجيش الحكومي،
وتجد أن هذا التعاون اليوم الحاصل ما بين الحكومة وما بين هذه الميليشيات هو الذي يسمح باستمرار هذه العمليات، عمليات تهريب المخدرات، القتل، السلاح، فوضى السلاح. فالحكومة متى ما كان هنالك حكومة حقيقية جادة لا تتواطأ مع هذه الميليشيات، جادة حقيقة في أن يكون هنالك قضاء حقيقي، تجد بأن العملية تنتهي. السيد محمد فوزي اللامي الخبير الأمني والعسكري، كنت معنا عبر الهاتف من برلين، شكرا جزيلا لك.